يعني مثلا انا مشكلتي مش في الشغل، انا مشكلتي مع مديري نفسه. خلينا نتفق ان انا يعني اكفأ موظف الشركه، والشركه دي ما ينفعش تشتغل من غيري، ده مبدئيا. بس هو مضطهدني، يعني هو دايما حاسس ان انا ما بعملش حاجه، مع انه والله يعني انا ومديري بنفكر زي بعض، سول ميتس. يقول الكلمه يلاقيني بكملها. انا شايف ان اللوحه دي بقى غلط. انا كنت اقول اللوحه دي حلوه على فكره. غلط اننا ما نشكرش اللي عملها. اللي قاعد قدامك ده كرياتيفيتي ذات نفسها. شوف انا بجيب له افكار والله العظيم ثلاثه ما في موظف في العالم ممكن يجيبها له. جاهزين؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ البطه. انت عايزها نعين بطه في الشركه؟ هتكسبك ذهب. اظن انت كده مش محتاجه في حاجه ثانيه. محتاج من وشه ايه؟ استأذنك الباب وراك. انا بحس بالتاسك قبل ما يطلب مني، لسه هيطلب يلاقيه اتنفذ. اللي قاعد قدامك ده توب اتشيفر 2018، عقود وبيع ياما. يا استاذي يا استاذي، انتوا شركه عدمت الاهليه، الموظف المتقاعد سيف زفت زهران قطران ده مخسرني مبالغ. من فضلك من فضلك الغي لي كل التعاقدات مع شركتكم، الغي لي كل التعاقدات. اطبل؟ لا لا لا، عمري ما فكرت ان انا اطبل. يعني اطبل؟ اطبل؟ لا اطبلش. ما هو يا فندم حضرتك اللي اتاخرت، انا اعمل ايه؟ طيب انا هسلمك ازاي في ميعادك؟ ايوه ما انا عارف يا فندم. طيب حاضر، انا هحاول يا فندم، هحاول. حاضر. هما دايما في الاخر بيرادوني يعني، وبيعرفوا قيمه الموظف الكف اللي شغال معاهم ده. يا فندم بقول لحضرتك، ما الشركه دي ما ينفعش تشتغل من غيري، ما ينفعش تقع.